والله كلها زهق، والله زهق. حطت التلفزيون ما في اشي غير كورونا وكورونا وكورونا وكورونا. اي والله زهقونا زهقونا يا جماعة الخير، والله زهقونا. والله كله ممل، ممل التلفزيون. طفي، ريحنا منه، طفي، بلا تلفزيونات بلا هم. نشف ريقنا، الله ينشف ريقهم، بس الله ينشف ريقهم. يا قلبك بعينك الله، يا ام محمد جيبيلي كاسة مية باردة، الله يسعدك بعينك الله. ده قلبك، قومي توكل على الله. ماشي نجيلك كاسة مية، سلامة ريقك اللي نشفت. ماشي بعدين معك. مالك يا بنت الحلال؟ طب لي بالك، شو في؟ يعني مش عارف شو مالي. يعني بعتها تجي لك كاسة مية، بعتها تجيبك كاسة مية عشان تقعد تصحوك لك بالطريق وتقعد تطلع عليها من فوق لتحت وهي طالعة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ام ناصر الله يسامحك يا ام ناصر، انت تأخذنيش الكبيرة، وانت لك الحصة الكبيرة، وانت الكل في الكل. تأخذنيش، والله استحيت اطلب منك كاسة مية انت وهي اصغر منك عمر. الله يهديك يا بنت الحلال، الله يهديك. ليش بتظني هيك؟ الله يسامحك. لا انا مش مصدق الحكي بتكي، انت بعتها عشان تقعد تبصبص عليها، عشان تبصبص عليها وهي رايحة تسكوى لك في الطريق. انا بعرف ليش، انا بعرف. لا اله الا الله سيدنا ونبينا، الله ما يجيبك يا طولة الروح، الله يجيبك يا طولة الروح. يسلم على الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنية يا أخي. الله يا ربي يهنيكم. أنا بدي أروح أكمل الطبيخ. توكل على الله. خاطركم. تربي يودي ما يجيب. يعني انت بتبعتني اجيب انا كاسة مية عشان يحلالك المجال انت وست الحسن والدلال وتقعد تدردش انت وياها. شو الموضوع اللي حكيت لي اياها؟ في ايش حكيت انت وياها؟ امزع اوعية، اطلع من اوعية، امزع حالي. يعني شو بتقولي يا بنت الاوادم؟ انا بعتك تجيبي مية عشان بدي احكي معها بموضوع. اي والله بدي القم على حالي، بدي انتف حالي، بدي انتف اوعية يا بنت الاوادم. شو بتحكي هذا؟ يا بنت الاوادم زهقتوني عيشتي، مللتوني، بدي انجن. انا صرت انا هون عقلي ضرب معاك. كنت تفين اسمعت هقولك انت وياه، والله اخر انظار الكو زي تضلوا تغيرون بعضيك وتضلوا حاطين نقر بعضيكو وتضلوا انت وياها على الآل والقيل ومش عارف شو. والله غير انتو التنتين اروحكو على دار اهليكم طلاق بلا رجعة واجيب التالفي بعدين معاكو. يا جماعة والله زهقوني اوعيي، صرت انا بدي انجن. شو تنصحوني اعمل؟ اطلقهم التنتين ولا اجيب لهم الثالثه؟ انصحوني يا جماعه.